مملكة البحرين البلد الأكثر تحرراً في الشرق الأوسط، ذو المركز المالي الأكثر تقدماً والأسرع نمواً بقيادة حكيمة من قائدها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبرؤية شاملة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبفكر رائد من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، كان تحرر سوق الاتصالات في عام 2002 لتحفيز المنافسة العادلة إحدى ثمار النظرة الحكيمة من قبل القيادة في هذا البلد الخير. إنما تمتلكه المملكة من عوامل اقتصادية مشجعة ومناخ استثماري جذاب، جعلت الاتصالات السعودية STC مصممة للدخول بقوة للفوز برخصة الهاتف النقال، وذلك عندما تم طرح الرخصة للمنافسة العامة. وبفضل من الله وتوفيقه استطاعت STC الفوز بالرخصة في فبراير عام 2009. فمنذ الفوز بالرخصة وضعت STC خططاً عملية وعملت بكل احترافية، وذلك من خلال فرق عمل مختلفة لضمان التواجد السريع والمنهجي في السوق البحريني، كما تم التعاقد مع شركات رائدة في مجال الاتصالات مثل هواوي وBT وتك مهندرا وبوز ان كو لتأسيس وتنفيذ البنية التحتية. استطاعت هذه الفرق وبكل احترافية ومهنية وفي مدة زمنية قياسية من تأسيس شبكة اتصالات حديثة ومتطورة وفق أعلى المستويات والمقاييس المعمول بها في عالم الاتصالات، بواسطة مهندسين مؤهلين يباشرون هذا العمل بحرفية على مدار الساعة. كما تم تأسيس مركز لخدمة العملاء يعتبر الأبرز في المنطقة، حيث استخدمت فيه أحدث الأنظمة ويتم تشغيله من خلال شركة متخصصة في إدارة مراكز خدمة العملاء وهي الشركة البحرينية صلة، ومن خلال طاقم عمل على أتم الاستعداد للرد على استفسارات العملاء وتقديم الدعم التقني اللازم لهم. تم كذلك إنشاء 16 منفذاً للبيع في مواقع تم اختيارها بكل دقة وعناية لتكون قريبة من المواطنين والمقيمين بالمملكة. إيماناً بما تمتلكه المملكة من كوادر عاملة مؤهلة بشكل مهني، تبنت الشركة سياسة البحرنة، فأعطت الأولوية في التوظيف للشباب والشابات، ودأبت على تدريبهم حرفياً للقيام بأعمالهم بإلمام وإتقان، وذلك وفق أحدث مناهج التدريب العملي والمنهجي. الآن وبعد أن أكملت الشركة بناء شبكاتها والتي تغطي جميع أنحاء المملكة وتم تشغيل جميع أنظمتها، أطلقت الاتصالات السعودية فيفا في مملكة البحرين لتكون أحدث شركة في عالم الاتصالات في المنطقة، وقد لاقت الشركة إقبالاً ونجاحاً منقطعي النظير خلال الأيام الأولى من إطلالتها في السوق، وأصبحت حديث الرأي العام بما قدمته من مبادرات إيجابية في السوق البحريني. إن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الدعم والمتابعة المستمرة والزيارات الميدانية من قبل رئيس المجموعة ورئيس اللجنة التنفيذية والقيادات العليا بالشركة لمعاينة العمل عن كثب والاطمئنان على سلاسة العمل الجاري، وكذلك كل الشكر للقيادة البحرينية والحكومة الرشيدة وأجهزتها المختلفة ولكل من ساهم في جعل فيفا حقيقة في البحرين.